الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو فعالية تنعقد خلال أسبوع واحد من كل شهر نوفمبر. تعد واحدة من أكبر الفعاليات التي تحتفل بالمبتكرين ومؤمنين الوظائف الذين أطلقوا شركات ناشئة جعلت من أفكارهم حقيقية. يهدف أسبوع ريادة الأعمال لإيجاد قنوات للحوار والتواصل بين المجتمع ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات الفردية والمشاريع الخاصة، بالإضافة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون أكثر إنتاجية وقابلية للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ولدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين للأفراد وخلق الوعي حول ريادة الأعمال وأهميتها. يلهم أسبوع ريادة الأعمال العالمية الناس من خلال نشاطاتهم المحلية والعالمية لتساعدهم على اكتشاف قدراتهم كمبتدئين ومبتكرين وفتح آفاق جديدة لهم لتساعدهم على النمو والاستمرارية في أعمالهم.